الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويتناول الإفطار مع مقاتلي القوات المسلحة ويتعهد بتنمية سيناء بشكل أكبر عن ذي قبل. وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم مصر لجهود التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية. موسكو تبحث سبل زيادة إمداد قواتها بالأسلحة وتحسين كفاءة نظامها اللوجستي، واشنطن تستعد للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام الدولة بالعمل بشكل كبير في مشروعات بسيناء تعود بالخير والنفع على جميع المصريين. وخلال تناوله الإفطار الجماعي مع مجموعة من شيوخ وقبائل سيناء ورجال القوات المسلحة، شدد الرئيس السيسي على أهمية دور شيوخ القبائل، مؤكدا دعم الدولة لهذا الدور. وأنا بأكد التزامي وعهدي مع أهلينا اللي موجودين هنا على ان احنا هنقوم ونبذل ونشتغل اكتر واكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها هنا. امر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، واحنا شغالين وهنشتغل اكتر، بنعمل وهنعمل اكتر، بنتحرك وهنتحرك اكتر، في انفاق من الدولة وهيبقى في انفاق اكتر، لان ده امر زي ما قلت كده مطلوب ان احنا نشتغل عليه. كمان تلاحمنا مع بعضنا، انا بكلم هنا مواطنينا في سيناء سواء في الشمال او في الجنوب او في الوسط، طبعا احنا تلاحمنا يزيد عن كده وتلاحمنا مع اجهزة الدولة. وانا هنا مش عايز اقول الجيش او الشرطة، انا بتكلم على كل اجهزة الدولة اللي موجودة، التلاحم يزيد، وده دور نعمله بشكل مشترك. يعني احنا القيادات بتاعت الجيش وقيادات الشرطة مع قيادات شيوخ القبائل، واحنا عارفين الأعراف ديت، والأعراف دي احنا بنقدرها وبندعمها وهندعمها أكتر، لأن ده كان أمر كان مهم جدا جدا. وأنا افتكر إن كان دايما اللقاءات مع شيوخ القبائل كان دايما ليها تأثير إيجابي جدا في حاجات كتير، حتى لو كانت مشاكل أحيانا بتبقى صعبة، لكن كان شيوخ القبائل من خلال أعرافهم والقيم والعادات بتاعتهم اللي احنا هنشجعها وبنشجعها أكتر. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة لن تسمح لأحد برفع السلاح مرة أخرى خارج السلطات، وسيتم مجابهته بشدة كبيرة. كما أكد السيد الرئيس على أن الدولة دفعت ثمنا كبيرا في حربها على الإرهاب لاستعادة سيناء ومكانتها. الثمن اللي اتدفع في الحرب دي الثمن كبير قوي، الدم اللي سال هنا والأرواح اللي سقطت عشان نستعيد مكانة سيناء ثمن كبير. وبالتالي أنا بقول الكلام ده، والكلام ده هيطلع في التلفزيون. الدولة في دولة ولا ما فيش دولة؟ دولة يعني الدولة يعني لها سلطان ولها قدرة، لأنها الدولة دي بنت يعني هي امتداد للدولة، امتداد للشعب، والشعب هو اللي بيحكم البلد. وبالتالي ما فيش حد تاني ممكن يقبل أو يقبل إن يبقى ما فيه سلاح يترفع مرة تانية أو يبقى فيه حاجة خارج السلطان. ده هيتم مجابهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة، بشدة كبيرة. أي حد هيرفع السلاح في وجه الدولة مرة تانية هيتم مجابهته بمنتهى البطش، بمنتهى البطش. أنا بكلمكم بصراحة عشان كل الناس تسمع الكلام ده. في دولة، والدولة دي ليها سلطان، والسلطان بتاعها ممتد على أرضها بالكامل، وبالتالي
ما فيش سلاح يترفع إلا سلاح الدولة، وسلاح الدولة موجه ضد الأشرار مش ضد الأخيار. أنا بس حبيت أقول الكلمة ديت عشان تبقى الأمور واضحة لينا كلنا، لأن إحنا اللي دفعناه كتير ومش هيتكرر تاني، ولن يسمح لمخلوق يبقى معاه سلاح في البلد غير الدولة. كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ربنا دايما يحفظ مصر ويحفظكم ويعيننا على كل خير. هذا وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال القوات المسلحة على هامش تفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة. يأتي التكريم وتميزهم ومشاركتهم في عدد من المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية، وليكون تكريمهم حافزا ودافعا قويا لهم لاستكمال المسيرة. كما قدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم لمهامهم. وقد رافق سيادة الرئيس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معربا عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. وتوجه الرئيس السيسي إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التي تقوم بها الدولة لشتى مناحي الحياة بسيناء. في هذا الإطار أيضا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وأشاد سيادته خلال اللقاء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن. ووجه الرئيس التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا على أن الدولة لن تنسى شهدائها، مشيرا إلى تقدير الشعب المصري لما حققه مقاتل القوات المسلحة ورجال الشرطة الباسلة من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير لأراضي سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها. كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والشكر لأهالي سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة، مما كان له بالغ الأثر في توفير المناخ الآمن بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء. وخلال تفقده للارتكازات الأمنية بشرق القناة، أكد الرئيس السيسي أن الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا لن تستمر وستنتهي قريبا بتكاتف المصريين وكذلك أزمة الدولار. عايز أقول لكم كلكم لو هتفتكروا أن الأزمة دي هتفضل كده، شوفوا افتكروا كويس قوي من 10 سنين، مش كده؟ 10 سنين كان كله بيقول لك امتى الارهاب يخلص؟ امتى ايه؟ الارهاب يخلص. خلص ولا ما خلص؟ بمين؟ بينا يا فندم. بيكم انتوا. وبرده الازمه اللي احنا فيها دي هتخلص بمين؟ بينا يا فندم. بيكم. وزي ما انا قلت كده بفضل الله سبحانه وتعالى ان هيجي يوم وهيبقى الموضوع ده تاريخ، انا بقول لكم الازمه دي قريبا بفضل الله سبحانه وتعالى هتبقى تاريخ برضه. حتى الدولار الناس كلها بيقول لك ده بفضل الله سبحانه وتعالى وجهودكم هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه؟ تاريخ. هيبقى ايه؟ تاريخ. بس لازم نعرق ونشهد قبل ما نخلص المسائل دي. زي ما خلصنا الارهاب وخلصنا حاجات تانية كتير. ده يخلص بفضل الله سبحانه وتعالى. We'll be right back.
في الأثناء أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته البالغة بوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق القناة على أرض سيناء الغالية، وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعرب السيد الرئيس كذلك عن فخره واعتزازه بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي، وذلك بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصر الغالية بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري بديع. من جانبها أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن العسكرية المصرية حققت نصرا عظيما بانتصار العاشر من رمضان الذي أعاد أرض سيناء وكرامة الأمة العربية بأكملها، وفي تدوينة لها على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، توجهت السيدة انتصار السيسي بتحية إلى شعب مصر وأبطالها داعية بالرحمة لشهداء مصر الذين قدموا أروع وأرواحهم لتعيش بلادنا في فخر وعزة وسلام. هذا ونظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف. وخلال الاحتفالية ألقى اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أشار فيها إلى أن الذكرى ستظل في حياة المصريين مبعث اعتزاز وفخر بأبنائهم من رجال القوات المسلحة، وقد تجلت في هذه الذكرى عظمة هذا اليوم في ترابط شعب مصر مع قواته المسلحة لتحقيق أعظم انتصار للأمة المصرية في تاريخها الحديث. في أجواء رمضانية داخل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، احتفلت وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بحضور عدد من الأئمة والمشايخ والمواطنين بهدف نشر الروح الوطنية والوعي الديني والمجتمعي. هذا وتعتبر الاحتفالية أولى الفعاليات التي تقام بمسجد عمرو بن العاص بعد الانتهاء من أعمال صيانته وترميمه والتي استغرقت 14 شهراً. طبعا المسجد ده له تاريخ كبير وله يعني مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين وكل المسلمين، هو أول مسجد بني في مصر وأول مسجد بني في أفريقيا. هذا المسجد المبارك نتنسم فيه عبير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت متخيل حضرتك المكان اللي احنا واقفين فيه الآن مشى فيه أصحاب النبي سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والأئمة الكبار، جلسوا في هذا المكان الإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد والإمام ابن حجر والإمام العز بن عبد السلام. وهذا الجامع يسمى بالأزهر قبل الأزهر، لأن المسجد ده بني قبل الأزهر ب300 سنة، وكانت تدرس فيه المذاهب الفقهية الأربعة في هذا المكان المبارك. ففرحة يعني كبيرة في قلوب المصريين بهذا الافتتاح. هو الحقيقة طبعا مسجد عمرو بن العاص تاج الجوامع، معروف طبعا تاريخه، ده أول مسجد أنشئ في مصر وفي أفريقيا، فكان طبعا يستحق مننا كل الاهتمام يعني، وإن احنا دايما نوالي يعني تدعيمه والموالاة عليه والحفاظ عليه. أنا شايف إن في تطوير في الجوامع كلها، في أغلبية الجوامع في مصر، يعني الحسين أنا روحته برضك في نفس النظام، في شغل جميل جدا اتعمل في الحسين، في السيدة أنفيسة معمول، يعني في أغلبية الجوامع الكبيرة اللهم صل على النبي في اهتمام بيها. عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارتي الكهرباء والبترول، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة. وخلال الاجتماع تم متابعة موقف توفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء وكذا مستجدات تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء. كما تناول الاجتماع موقف مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وجهود التوسع في تصنيع مختلف مكونات تشغيل تلك المشروعات،
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتلك الخاصة بمؤتمر المناخ المنعقد والمعقد في مصر COP27. كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف إتاحة التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات التنموية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توفير المخصصات المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المستهدفة لإتاحة التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية سواء للدلتا الجديدة أو القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال موازنة العام المالي الحالي، على أن يستكمل الباقي خلال العام المالي القادم. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت ممكن. كما أكد شكري مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا وأهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين وبناء الثقة ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. وقد جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لنظير السوري فيصل المقداد في زيارة هي الأولى من نوعها إلى القاهرة منذ أكثر من 10 سنوات. الزيارة شهدت عقد اللقاء الثنائي مغلق أعقبته جلسة محادثات موسعة تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، حيث اتفق الوزيران على تكثيف قنوات التواصل على مختلف الأصعدة خلال المرحلة القادمة، وذلك بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي تشويغو سبل زيادة إمداد القوات الروسية بالأسلحة، بما في ذلك الحاجة إلى تحسين كفاءة النظام اللوجستي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده تشويغو مع عدد من مسؤولي وزارة الدفاع في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية. وقد استمع وزير الدفاع الروسي إلى تقارير عن الوضع الحالي، وأكد على أن الحكومة الروسية تبقي على إمداد السلاح تحت السيطرة المستمرة، ومشيرا إلى أن بلاده زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة عالية الدقة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينو أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية محملة بعشرين صاروخ كليبر كروز في مهمة قتالية في البحر الأسود. وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن نشاط طيران الروس منخفض حاليا، مشيرا إلى أن الوضع يمكن أن يتغير ديناميكيا بحسب قولها. قال مسؤولون أمريكيون أنه من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدة عسكرية أمريكية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار. أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المساعدات قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود. وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن تتضمن المساعدات التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة القادمة ذخائر للدبابات، إلى جانب إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات للجسور. أكد البنك المركزي الأمريكي صعوبة احتواء التضخم في الولايات المتحدة. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في منتصف مارس الماضي ليصبح حاليا في نطاق 4.75 إلى 5%. ينوي أيضا اتخاذ إجراءات تجديد إضافية، حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة نسبة 4.7% على أساس سنوي في الشهر الماضي. أعلن صندوق النقد الدولي أنه أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات الحالي للأرجنتين، وهو إجراء يتضمن دفع شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 5.3 مليار دولار بشكل فوري إلى الأرجنتين
بدفع هذه الشريحة الجديدة سيبلغ مجموع ما تلقته بينوس آيرس 28.8 مليار دولار من إجمالي الأموال المخصصة بالفعل للأرجنتين منذ بدء برنامج المساعدة في مارس من عام 22. يوفر هذا البرنامج الذي يمتد على 30 شهرا مساعدة إجمالية قدرها 44 مليار دولار للأرجنتين، وهو أكبر برنامج مساعدات ينفذه صندوق النقد الدولي. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات صينية من بينها طائرة مسيرة عبرت خط المنتصف الفاصل بين الجانبين بمضيق تايوان ونفذت دوريات تأهب للقتال. قالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات لتحذير الطائرات الصينية فيما كانت الأنظمة الصاروخية تراقبها، مشيرة إلى أن تصرفات الصين تتعمد إثارة حالة من التوتر وتقوض السلام والاستقرار. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد بشأن صدور قرار بتقديم موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر إبريل القادم بدلا من شهر مايو القادم. وشدد المركز الإعلامي على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستعقد في موعدها المحدد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة دون أن يطرأ عليها أي تعديلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 6 مايو 2023. تسلم 60 مستثمرا بالفيوم عقود 113 وحدة صناعية، وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني. تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني لنحو 32 مستثمر، و71 وحدة بالمجمع الخرساني ل 28 مستثمر. هذا وقد تمت إتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والإيجار. تضمن أهم الأنشطة الإنتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والدوائية والغزل والنسيج. شاركت هيئة قناة السويس عملائها من السفن المارة في المجرى الملاحي الاحتفاء بيوم التفوق وذكرى تعويم السفينة البنامية العملاقة إيفر جيفن، وذلك بتوزيع طابع بريدي يعبر عن الذكرى على السفن العابرة. من جانبهم عبر ربابنة السفن العابرة للقناة عن امتنانهم بالدور الحيوي والذي تلعبه قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية. My name is Captain Dominic Gomes, and I'm master of this vessel Prometheus, which is an Aframax tanker. And this is not the first time that I'm crossing Suez Canal. I have first transited in 1983, and this is 2003. On behalf of my vessel and my crew, I would like to send all the best to the Suez Canal authorities, the pilots, and the people are involved for managing the Suez Canal, for successfully dealing with the incident of this container vessel Evergreen. And I wish them all the best for the future years to come, so that accidents like this, they do not happen. Though accidents can never be predicted, it can happen any time. But we are really happy to see the way the Suez Canal authorities dealt with the situation and then clear it for traffic within a few days. I am captain of the Vettel motor vessel Dolphin Graf, Dutch company named Split Hoop. I have been sailing on this company already 12 years as captain. In 1983, I was graduated from the Marine School and had a first voyage which was passed through Suez Canal from Europe to Australia. From that time I was passing canal about 5 times. But in that time it was only one canal. Now I see already half of the canal is in double, and in nearest future I hope will be two-way canal. When the big vessel was stuck the canal, and no more movements was possible through the canal. The Egyptian authorities
come to solution and decided to make a dredging operation around this vessel. All other companies offered to light the vessel, to discharge the vessel. It would take us about 1-2 months. And during 6 days, the Egyptians make this vessel afloat. And from that day, they every year celebrating this day, 29th of March, like a named it excellent day. Now already second anniversary of that day. Happy Excellence Day. Happy Excellence Day. Wishing you all Happy Excellence Day. أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيانهم بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار ونشرة التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة ويتناول الإفطار مع مقاتلي القوات المسلحة، ويتعهد بتنمية سيناء بشكل أكبر عن ذي قبل. وزير الخارجية يلتقي بنظير السوري ويؤكد دعم مصر الكامل لجهود التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية. موسكو تبحث سبل زيادة إمداد قواتها بالأسلحة وتحسين كفاءة نظامها اللوجستي، وواشنطن تستعد للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.
انتهت أخبار التاسعة، لكن التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم ويوسف الحسيني.